ekranê Stêrk TV ev dem û hemû demê xweş bin bînerên hêja em dîsa were ne bi xelekekî nû di bernameya Kolan dizane. Bînerên hêja em îro mêvanê bajarê Hesekê ne, em ê derbasî nava Kolan û civata Hesekê bibin û em ê pirsa xwe ji hemû pêkhateyên Hesekê bikin. Kerem bikin ev hevra derbasî nava Kolanên Hesekê bikin. مرحبا شتره مرحبا شتره چاوي دواشه باشن سپاس دسپيك استان اسمنا بيت بخير ارتين تدريان ارتين تو شپيكاتين ارمنه سر چاوي دواشه باشن سپاس صاب ارتين اميرو ميواني باجاري حسكينه تلفزيون استير تي في ام ناف بيكاتين حسك ادگر ما هناك براين خي عرب ديتين ما هناك باشه ما تجديد اون وقت بيكاتين ارمن اف ايريشن داويل سر هريمان زرگان لسر هریما تل تمریه گو دولت فاشیست دولت اتر دیگه طيبه تون وگلی ارمن چوا وان ایریش ادوینن ام وکی ملت ارمن ام وان ایریش گو گل سر بازارن اروجاوای گو زرگان به تل تمر به شنگال به ایریش گو دولت داگیر کر ترکی گو دکل سر ام شهر مزار دکن وکی گو دولت عثمانی بری 106 سالان کوم کوجی سر ملت ارمن ده اخر مليون نيفك شهيد ارمني سردس دوله عثماني چون دوله عثماني خوازوي ديرو كي عيني وگرينا سر ملت كرد ملت عرب كادي رجاوا ده خوازكم كوجي كي دن نهبكه بسري فان مكونات منطقي ده نا هون وكي گلي ارمن وكي گلي اشوري گلي سريان هون حمود به هريم دي جان دكن بانگا وا جبو گلي مي گونها دبر خود ده تایبت لزرگانی التمری لعین عیسی هر و حمور و جواب وقتی دقت شنگال بانگا تجبوان چیه؟ بانگا مجبوان که ام وقتی برادیا گلان ام کلکوان سکنن ام جی وقتی ملت سریان وقتی ارمن سریان چاچان ام گش وقتی برادیا گلان ام کلک ملت کرد عرب و حمو مكونات دوه دقيقة أم كيلكا وفدود ساكنين وأم الهمبري دولة ترك ساكنين سر فان جبو فان إيريشي جوجل سر فان في خاكا رجافا دكا وكي أف إيريشي جوجل دكا وكي جوجل مستشفى شنغال ليت دا أفتشتانا يعني تزاقون دنيا دا قد خيا يعني دولة ترك دخوازا كومكوجيه كي وكي ومكو ديسا تشيكا باشي Gelek spas, ne çeki dağız mara beşi? Spas, bu teji spas ya et. Sağ ol, spas Arkan, baş. Malava bak, saat hoş. Gelek spas. مرحبا اهلا وسهلا شلونك ابا اهلا وسهلا ابا شلونك منيح والله الحمد لله تمام بدايه نتعرف عليك اسمك هفال انس اكاديميه الشهيده روكن بكانتون الحسكه انت من اكاديميه الشهيده روكن اكيد مش شلونك انت من محافظه الحسكه ابا محافظه الحسكه هفال انس اليوم نحن برنامج كولان زانا قناه ستير كي اليوم نحن ضيوف بمحافظه الحسكه اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك كمان سؤالنا على بالتحديد على الهجمات الأخيرة اللي صارت بمنطقة زرقان منطقة التمر هدف الدولة التركية شو هي بتهجير سكان المنطقة تهجير أهل المنطقة إعادة أمجاد إمبراطورية العثمانية كما يقولون يعني هدف الأساسي شو هي من هاي الهجمات الهجمات التركية تحاول دائما أنه فراغ محتوى ثورة شمال شرق سوريا بعد نجاحها وأصبحت هناك قوة تماسكية بين جميع المكونات
وسادت الأمن والأمان في ظل الإدارة الذاتية. أصبحت هناك قوة مجتمعية، قوة عسكرية سياسية، فتحاول دائما أن تعيد سياسة أمجاد أجدادها العثمانيين في خلق الفتن والنعرات الطائفية وسياسة تهجير المناطق بعد ما كان هناك أو ضربت المنطقة بعدة حروب، حرب الماء وغيرها، فتحاول التفجير. طبعا حاليا الحسكة عم تعاني من هاي حرب المياه. أكيد تمام، قطع المياه عن محافظة الحسكة وكل المناطق، فحاليا توسعت ضرباتها باتجاه زرقان تلتمر، هناك إصابات، تهجير للمدنيين الآمنين في بيوتهم. فالدولة التركية تحاول على زعزعة الأمن في المنطقة وتحاول جاهدة نشر الثقافة التركية اللي هي العثمانية من أجل سيطرتها على المنطقة وضرب المكونات ببعضها. أبل أنا سألتوا كمكون عربي عم تعيشوا فيه هون، ومثل ما قلت هاي المكونات عم تعيش مع بعضها منذ آلاف السنين، وحاليا هاي المكونات متماسكة مع بعض. يعني هدف الدولة التركية في خلق فتن بين هاي المكونات؟ أكيد دائما تحاول، لأنه المكونات أصبحت يد واحدة على طاولة حوار واحدة. فاليوم الدولة التركية تحاول تزعزع هذه الثقة وهذه القوة المجتمعية بين جميع المكونات، تحاول خلق الفتن من أجل إيجاد عنصرية ما بين كردي مسيحي سني أرمني. بهذا الشكل تحاول الدولة التركية جاهدة هي وعملائها على إثارة هذه الفتن. هذه الفتن لأنه مثل ما قلت أنه مناطق شمال شرق سوريا هي حاليا تعيش بكل مناطق سوريا هي المنطقة الأكثر أمانا أمان. يعني خاصة بعد اللي صار بمحافظة دير الزور، محافظة الرقة، بهاي الهجمات، يعني جميع من بين كل محافظات سوريا محافظة الحسكية الأكثر أمانا، لهيك على طول تحاول. أستاذ أنس، كلمة لشعبنا الصامت حاليا بمنطقة زرقان على أطفال تلتمر، شعبنا السورياني والآشوري المتواجدين بمنطقة تلتمر، كلمة لهم. نحن بالنهاية كلمتنا نحن راح نظل إيد واحدة، كل المكونات وكل الأديان راح نظل إيد واحدة، والنصر لمن يتلقى الضربات وليس من يضرب أكثر. النصر أن لمكونات شمال شرق سوريا والإدارتنا الذاتية. شكرا خبالا، تحياتي لك. أهلا وسهلا. شكرا يا هلا. مرحبا. اهلا وسهلا. شلونكم؟ الحمد لله بخير. بدايه نتعرف عليك، اسمك؟ بسمه. بسمه من من حسكه. من حسكه، محافظه الحسكه. إيه؟ يا اهلا وسهلا. انا بسمه، اليوم نحن قناه ستير تي في، برنامج كولانزان، اليوم نحن ضيوف عندكم بالحسكه. اهلا وسهلا فيكي. السؤال هو يعني سؤالنا على جميع محافظه الحسكه، اللي هو الهجمات الاخيره على مناطق شمال شرق سوريا، بالاخص منطقه زرقان، منطقه التمر. أنتوا كمكون عربي رأيكم بهاي الهجمات وبهاي الجرائم اللي ارتكبها الدولة التركية؟ أولاً أحكي باسمي، باسم كل عوائل الشهداء. أنا عوائل الشهداء، إحنا لا نقبل، يعني لا نقبل الشيء هذا بتاتاً. يعني اليوم الجيش التركي وأردوغان يريدون يزعزعون الأمن والأمان في سوريا. يعني إحنا اليوم عايشين بأمن، عايشين باستقرار، يعني مرتاحين مع بعضنا. يعني فهم يريد يزعزعون الأمن، يريد يزرعون دائما عندنا خوف، يريد يزرعون دائما عندنا إنه دائما نظل حرب، يعني في حالة عدم استقرار. حالة يعني عدم استقرار يعني. بس يعني إحنا نريد كونه، إحنا ما بيفرق، إحنا نعتبر حالنا كنا واحد، يعني ما بيفرق بين كردي وبين عربي، إحنا كنا واحد وإيد واحدة ونحارب مع بعض، وإذا اضطر الأمر حتى احنا النسوان نطلع يعني نحارب. فاحنا نوجه له كلام يعني اردوغان، نقول له يعني ليش تريد تزعزع الامن والاستقرار؟ اليوم هو قاعد مرتاح، عايش احلى عيشه، فاحنا نريد نعيش باستقرار وامان. بس احنا نوجه له كلام، كوني كمكون عربي وكامراه نوجه له كلام، احنا راح نظل ايد وحده، واحنا راح نظل متكاتفين، ولو يظل يضرب من هنا 100 سنه راح نظل مع بعض. ووجه كلام زاد للباقيين ببيوتهم وكذا، لا يخافون، لان اليوم اللي يخاف
يعني ما يقدر يعيش. فاحنا نوجه له كلام ان احنا ما نخاف ان شاء الله، الله يصبرهم ولا يخافون، واذا اضطر الامر يعني الانسان يدافع وما ابيع يعني وطني ومكاني كرامتي وشرف. الكرامه فوق كل شيء والشرف فوق كل شيء، غض النظر عن كل شيء، حتى لو اليوم اني تجيني ضربه من عنده بس كرامتي وشرفي هاي ارضنا ما راح نتخلى عنها بتاتا يعني. ماشي شكرا. اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شكرا. بینرین هجاوکی ودید برسوا گل حسک ابو دبیجن ام به همو پیکادین خواه عرب، کرد، سریان، ارمن ام الهمبری وان ایریشین گل سر هره من مهده کرن ام البرخوا بدن ام لور لباجار حسک خاطر خوی داوی شد خوازن حتا خلق کده بیمین خیر خوشیده دم باش.